إلى ذلك أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتلي قصفوا مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستعمرة يرؤون وإصابته بشكل مباشر. وأضاف الحزب في بيانات عدة أنه استهدف بصاروخ بركان مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت وحقق إصابات مؤكدة. كما أشار إلى استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصاروخ فلق، إضافة إلى مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستعمرة المطلة. وقال حزب الله إنه هاجم أيضا مقر كتائب المدرعات في ثكنة راوية بمسيرات انقضاضية استهدفت مبنى القيادة وأماكن تموضع الضباط والجنود. واستهدف الحزب بالصواريخ خربة ماعر وموقع رويسة القرن في مزارع شبعة اللبنانية المحتلة. كذلك عرض حزب الله مشاهد تظهر استهدافه دبابة ميركافا وآلية أنميرا في موقع رويسات العلم الإسرائيلي.